قديش بنسمع اخبار عن بنات تعرضوا لمضايقات بجامعاتهم، بظهراتهم، بسهراتهم، قديش بنسمع عن عروض مغريه للشغل وبمعاشات عاليه بتطلع بالاخر الوظيفه فيها وما فيها، قديش في متاجره يوميه عم بتصير كل يوم ببنات من جنسيات مختلفة بهذا البلد وبراته، منا منعرف فيها، منا شبكات طويلة عريضة مخبية بأسماء وهمية. قصتنا الليلة أو قضيتنا مش بعيدة أبداً عن هذا الجو، القصة هي قصة شركة ملبوسات تطلب بنات يشتغلوا سيلز بشروط معينة، البعض من البنات بيرضخلها إذا كتير بحاجة للمصاري وللشغل، بنات كتار ممكن يعضوا على الجرح كرمال لقمة عيشهم ببلد الزل. شو صار مع بنت من هالبنات لما راحت لحتى تقدم على وظيفة مفكرتها مثلها مثل أي وظيفة شريفة؟ شركة هي محل كتير اسمها شالا، عم تقول إنه بدون موظفين، قلت له شنو هالشغل؟ قال بيع كتير. هو هي يعني شركة بتفوت البنات يعني شبه بيستغلوها يعني. أما قلت له لو تحت الشركة شنو هالشغل؟ قال نوع الشغل انه بتقيس لزمون تاجر تياب وبينقيها على جسمي كالموديل. وقال لي بدك تشرحي قدامي وجرب يفوتنا على الاسياج ولحالنا، قال ما حدا بيسالك بالاسياج غيري، بشكي لك سحابه وبنزل لك سحابه. ما خليته ابدا وبحذرته. عم بجربوا يضحكوا على البنات كلهم انه بطريقه معينه انه كرمال الشغل وهي بتكون كرمال شيء ثاني. هيك ورد هالاتصال على مكاتبنا بتاريخ 27/1/2015. بعد ما تأكدنا من المعطيات ومن عنوان المحل، توجهنا بعد يومين على الزلقة لنتحقق من صحة الموضوع ونطلب وظيفة عند محلات شالا للملبوسات. الحديث بلش مثل حيالنا مقابلة عمل. لا عمري ما عندك؟ لا أنا سوري؟ لا أنا لا ولا متجوز صارت ولا شيء صارت أكيد. أنا شفت قديش وجعت في الراس يعني معروف علي عملية يعني. لا أنا أعطيتش أحدا صراحة مش بس يكون سيد ودي يكون سيد جسمه حلو وتساعدني بالبيع. وبعد خمس دقايق هيك قلب أو تغير الحديث. بديها يكون جسمه حلو لازم أقيس عليها قياساتها حلوة تكون بريزانس تبعها حلوة يعني تكون مرسمة مع الزلمة. حكم شغل بيتطلب انه يكون في عندي بنت من هذا النوع يعني تكون قد حالها، مش لانه عندي بنت موجودين عندي الاثنين موجودين عندي بقياسها كثير 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 ضعيف لا صدر صدري اكبر يعني زي ما قلت انا بقى هي عندها ما بقى شيء عندي هذا الاثنين كثير بومبا يعني ما ضابطين على القياس. ده قياساتي بتعرف انا قياساتي قياساتي بعد شوي لبسه ايه عايش بحي ليه؟ انا بدي اسيكم مرتاحه لا مش هنيك لي لا عارف بعرف. الشخص الوحيد اللي بيساعدك بالقياس هو انا، حتى تكون كمان انت مرتاحه كمان صاحب الشركه وصاحب الشغل، مو حدا من الشباب او من الصبايا يجي لا يشيد ولا يبكر ولا شيء، ولا ممنوع حدا زبون حدا يقرب عليك لا يقيس ولا يحط ولا يشد ولا شيء لكون راسك مرتاح. ما في انسان بيقرب عليك ولا بيطلع فيك ولا بيتعظم أبداً. حتى انه في عالم سليم بدك تعيش الفكر انه احنا هون مثل تاريخ فضل الله يعني في كيف شاب عهر يعني صاحبتي ما تغيب حبيبي تحبي بس انا عشان هيك الشخص الوحيد بيساعد بالبريس هو انا. ريح راسي بتريح راسها من اول ما فتحت من 10 سنين لهلا مريح راسي من هذا الموضوع حصرها في تخيل انك كنت في واحد فايت عم يبكر لك مثلا او انت برا الزبون يجي عم يشيل لك صدرك او عم يبكر لك او عم يشوف اذا كبير ولا بس اكيد ارسل أنا كله على الميضة كله على المخبة ما فيك تقف المنادية أنا عم عيسك لحم يعني أنا عم عيسك القطعة على جسمي هلا أنا عم يخدمي كئيس فوق التوب المكعبة والجايحة مثل برج بيزا عرفتي كيف؟ أنا بفهمك أول مرة ما بنعرف بعض وكذا يعني حسب كله كنت بعرف يعني ما لم يمشي الحال تجي تكون أمور شوية أسلس ممكن أنت نفسيتك مرتاحة أكثر ممكن تكون تعودت علي شوية أكثر بدي مشقة بدي طول فارغ. أول شيء أنا برأيي المرأة بغض النظر عن الشغل لما تلبس كعب وقفتها بتتغير تيزر بشوي صدرها بشوي كتفها بيرجع لورا بعدها وقفة المرأة كلها بتتغير. وللأسف بلبنان كتير بيفهموا التفاصيل أيام بغير للنسوان الصوتيان تبعهم والأندروير لأنه مش يعني
ما فيك تلبسي نفس الاندروير مثلا لكل الطبات، ما فيك تلبسي نفس الاندروير لكل الفساتين، في فساتين بلا سوتيان، في فساتين مش حيلا كابس بتزبط، مش حيلا قصة بتزبط، مش حيلا سترينج بيزبط، بتطلع قطع حلوة بتلبسيها صح. هلا كوني ديزاينر وكوني صاحب شركة، انا لانه كنت مع البنات مع النساء وكذا ومحامي، شو بدي اشتغل شو اشتغل شو اشتغل، شيء انا بحبه شيء بحبه النسوان يلا تياب. ممكن انا عندي نظره للمرأة بحب كيف انا بحب اشوفها، كيف انا بحب اطلع فيها، صرت هذا الاحساس اللي انا بحسه تجاه المرأة صرت احاول اني احطه بهالقطعه احطه بهذا الشيء، الحمد لله النسوان عم تحب اسنانه يلا ما عندنا شباب ما بيقولوا انه يلا باي. بدك انا خبرتك شوي بس مش انت هون هيدي يعني شباب قديش بتحسي قريبه مني، قد بحس اني خارج قد اني مرفق، لانه زيتي مسابعة بشوف قطع عليك كيف بدها تطلع بدش تعطي جمالية وقصة السيلز وكذا، بدنا نشوف فيك كمان يوم ثلاثة ما حبيت اعمل فيك مليون بدها بروبلم. من ايمتى شغلة الشخص اللي بيبيع تياب او يقيسهم انه يتغنج على الزبون وهو يقيس التياب ويعمل هودي القصص؟ من ايمتى اصلا بحق لصاحب شركه يطلب من شخص ما بيعرفه له ساعه انه يشلح تيابه؟ والاغرب كيف اخذوا تفكيره انه بدها تجيب له معها صور لها وبده اياهم يكونوا قد المقام، وبياكد عليها انه بهيدا الموعد بده يجرب لها تياب وانه القعده اكيد رح تكون اكثر من 5 دقائق؟ شو يعني صاحب شركه له سنين بيقولها بفخر انه بيغير تياب نسوان بالشركه او بالمحل عنده؟ ونحن ما عم نتهم، نحن عم نسال، نحن دورنا استقصائي بهيدا الملف. في ناس يمكن تقول لك خيي عم تفهموا للزلمه بنيه عاطله، هو مش هيك بيقصد والوظيفه هيك بتتطلب، بس هيدي الاسئله كلها مش مشروعه. والاهم انه في بنات بيوت من عيال مرتبه بيشتغلوا بهيدي الشركه، ويمكن هيدا التصرف ما بيعرفوا فيه باقي اصحاب الشركه، مشان هيك قررنا نروح بالملف للاخر ونواجه صاحب هيدي المؤسسه بكل تصرفاته وتعاطيه مع بنات الناس. خلينا نشوف سوا. بعد ما شهدنا على التحرش اللفظي نفسه اللي صار مع المتصله، فلينا من عنده ورجعنا اتصلنا فيه لنأكد على موعد تاني يوم، واوحينا له بتحضير مفاجأة لإله. في بكرة أخذ 5 دقائق بس من وقتك. أي ساعة فيك؟ أوكي. ماشي، بدي أجيب لك شيء بكرة. خلص يلا قدمة. لا لا خلص خليها لبكرة. قد ما رحب بالفكرة رجع اتصل فينا، ولهون أخذوا خيله. يلا مش بعيد بكرة. تركناه محمس على شوفتنا تاني يوم، بس الصباح ما طلع رباح. بلا ما يعرف سهلنا مهمتنا لنعرف هو مين، وبعت لنا فيديو لنعبي راسنا فيه، وهون كانت المفاجأة الأكبر اللي عبت لنا راسنا وأكتر. الأستاذ طلع محامي منورة بالفستان وبدونه. أنطونيو فرحات محامي بيمارس إشياء كتيرة غير المحاماة، ويبدو أنه إطلالاته على المحطات الدينية منا إلا استغلال لطهارة الدين لتسويق التياب وزرع الثقة ومحاولة لجذب الفتيات على وظيفة فيها وما فيها. نحن منحاول قد ما فيها نكبر كميتنا ونكبر الكولكشن تبعنا لحتى نقدر نرضي أكبر عدد ممكن من الزبائن، وتكون الزبون شالة راضي بآخر المطاف. نحن ما مننطر لحتى نقلد حدا ولا مننطر لحتى نشوف شو نزل برا. من بعد كل هالأخذ والرد توجهنا على الموعد المتفق عليه، الجمعة 30/1/2015 الساعة 2 بعد الظهر، لنوفي بالوعد وبالمفاجأة يلي كنا محضرين له. هي انا زلمه محامي ما فيني لا تطلعيني كصاحب شركه الاخر. ساعتها انا بقدر انشر طالعه بدي كيف فيك تنشر؟ لا روح انشر اللي بدك اياه، وانا ساعتها عم تنشر ضدي انا زلمه محامي. واذا
شو إذا عندك حصانة بحق لك تشلح وتلبس يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي ما في شيء بيصير خارج عن إرادة أي إنسان. الله يرضى عليك. كسر الكاميرا بدل ما تفتح. ما معه حق يفتحها. خيمين فتحها ما خلي شكله معي. خيمين أصور فيديو. خيمين مش أصور. أنا مصور فيديو. ما صورت معه. ما عندي شيء. يا شيخ ما بخاف شيء. أعطيك معي أنا مباشرة. عندي شيء. أنت لحظة أنا بنتهي الموضوع عند هون. أنت ما لك حق تفرضي حالك علي. بدك تفوتي باحترام تساليني باحترام هيدا قله احترام تيجي تقولي لي اقعد وشيله قد بقلب شو الاتهام ايه بدي انا عم بسالك سؤالين ما فيك تيجي تفرضي حالك علي اذا انت يا حبيبي تتهميني اطلعي من اللي بدك اياه يا حبيبه قلبي اطلعي اعملي يلي انت بتشوفيه مناسب انا بدي بنت تقيس ايه وين مش وين مخلي القدام لحظة أنا بدي بنت للقياس جابتها تشلح وتقيس حبيبتي شاف في شيء غلط وخبرينا نفس الخبرية اللي صارت معي أنت عم تستغل العالم اللي عايز البنات اللي عايزين يجوا يشتغلوا مش بلا مزبوط في بنات نحن نعرف شو عاملين معها لأنه برجع خلص نحن كمان مثل هي عندها كاميرا نحن اتركوها عملوا معروف نحن هون فاتحين شارع هي لقطتنا عليكم انتم تعملوا سكوبات وتعملوا هيدي الشطاره يعني انتم عملتوها برات هذا البيت انا هيدا شغلي هيدا شغلي نحن على القليل مش شغلنا نحن ما يعني نحن مناش مضطرين نخادع انتم شغلتين اسمع الله ايه نعم. عملي معروف اخر مره بسمح لك تحكي بهذه الطريقه حديثي بتصور عم تكوني مسجلتي قلت لك لا فتحي مطرح شر واذا انت بترضي نحن ما بنرضى واذا انت ما عندك مشكله نحن عندنا مشكله نحن برات البيت ما عندنا ما قلنا بحياتنا الشخصيه البنت اذا موجودين انت بتحديك تعرضيهم كلهم مثل ما انا وقت بدك تعرضي اذا سمح بالعرض أكيد اوكي سمح بالعرض بنشوف انطونيو فرحات محامي كل ما حكينا كلمة بيذكرنا أنه هو محامي بيذكرنا أنه عرض الحلقة ما رح ينسمح فيه وما رح تطلع الحلقة على الهواء هو محامي والمحامي ما بينلعب معه المحامي بيخوف وعملنا رعب من خلال حكيه شو يعني؟ برأيك يلي بيحق لك هل ما بيحق لحدا أو أنه أنت ما بتنطال بأي شيء بعدين في سؤال هل النقابة بتعرف أنه عندك أشغال تانية عم بتسوق لها على محطات دينية كمان يعني حضرتك كمحامي والمحامي اعترف بلسانه انه هو صاحب الشركه وانه الشركه لإله والمحامي اعترف بلسانه كمان وهون عم عيد يلي قاله والكلام طلع على الهوى انه هو ما عنده شغل يعمله هو محامي عم بفتش على شو بحب بالحياه ولقى انه هو بحب النسوان وهذا الشيء يلي قاله بعدين الحصانه يلي عندك اياها كمحامي عندك اياها بشغلك بالمحاماه بقصور العدل باثناء ممارستك لمهنتك وهيدي الحصانه منا اهم من بنت رايحه تقدم على وظيفه لحتى تطلع مصاري بعرق جبينها ولحتى تقدر تعيش واللي عرفني من بعد ما بلشت الدعايه للحلقه على ال بي سي اي تقريبا كل البنات يلي بيشتغلوا بالشركه صار في بلبله البعض قدم استقالاتهم واذا مزبوط كان بدك عارضه للتياب كانت بتطلب وقتك تطلبته مواصفات معينه مش كل ما فاتت لعندك بنت طويله قصيره ناصحه ضعيفه بدك تاخذ لها مقاييس وبدك تشلح وبدك تلبس يعني انا برايي المشاهد كلها اللي قطعت الليله واضحه جدا وهي برسم النيابة العامة التمييزية برسم نقابة المحامين بس لنعرف لأنه لا يحق لمحامي أنه يمارس مهنتين أو ثلاثة أو أكثر برسم مكتب الأداب كمان بقوى الأمن الداخلي صار عندهم علم النيابة العامة مكتب الأداب المديرية صار عندهم علم بهذا الموضوع من كذا يوم بعد الحديث هلأ ما حدا تحرك هيدي القضية ما رح نسكت عنها مثل أهم القضايا اللي منعالجها اليوم نحن ما عم ندينك بشي نحن عم نعمل شغلنا الاستقصائي وشغلنا كان أنه نوثق يلي عم بيصير نوثق طريقة توظيف هيدي البنات الباقي الموضوع بيروح للقضاء واعتذارنا الأول هو لعائلتك ولا الموظفين بهيدي الشركة يلي يمكن تسبب لهم ضرر كتير كبير وكان لابد من تسمية الشركة لنحذر كل بنت لبنانية من أنهم يقدموا على هيدي الوظيفة خليهم يعرفوا بالقبل شو ناطرهم القضية مثل ما قلت ما رح نسكت عنها بأي تمن لأنه إذا في حدا من الرأي العام بيلاقي أنه اللي قطع طبيعي وعادي جدا وممكن يصير بأي شركة نحن منلاقيه تعرض خطير منلاقيه تحرش لفظي علني بيصير على طول وبيصير بكتير من المؤسسات مع عدد كبير من بنات الناس اللي بدهم يشتغلوا بشرف لحتى يعيشوا المرأة اللبنانية المفروض بالدرجة الأولى أن تحترم وواجباتنا نحافظ لها على كرامتها